توقف عرض مسلسل الحب فرصة أخيرة مرة واحدة في الحلقة 21 أصاب الجمهور بصدمة، لأن الجمهور كله كان متابعه، بس عرفنا ان انت اصلا ما كنتيش تعرفي ان هو هيقف بالشكل ده. لا احنا ما كناش الحقيقه، هو الصدمه كانت مش للجمهور بس، كانت لينا احنا كمان، لان كان في مفاوضات ازاي نعرضه كله قبل رمضان، بس علشان خريطه القناه وانه العرض بيبقى 5 ايام في الاسبوع بس، مش هنلحق قبل رمضان، فتوصلوا جهه الانتاج مع القناه مع الاستاذه منال الصيفي انه يوقفوا لحد الحلقه 21 ونستكمل العرض ان شاء الله بعد رمضان وغالبا بعد كاس العالم. يعني مسلسل زوجه مفروسه قوي الجزء الرابع، في ناس بتتكلم الثلاث اجزاء اللي فاتوا حققوا نجاح باهر، والكلام الاخير بيتكلم ان احنا بندور على شركه انتاج للجزء الرابع، الكلام ده حقيقي؟ لا خالص، هي شركه انتاج واحده AMP الاستاذ احمد نور، وهو ايضا المخرج، واحنا هنستكمل ان شاء الله الجزء الرابع. بس ما فيش الكلام ده خالص، بالعكس احنا عشان ظروفنا ان كل واحد فينا كان بيصور حاجه تانية وتشغلنا، فكنا مستنيين الوقت المناسب ان احنا نستكمل تصوير. يعني كلام كتير بيتقال عن ان داليا البحيري هي اللي كانت المفروض تقف قدام عادل امام السنه دي، بس الجهات السعوديه رفضت الكلام دوت، ده اللي اتقال. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط خالص. هقول لك اللي حصل، هو ما حصلش اتفاق مع جهة الانتاج من الاخر، وانا عادة ما بحبش اتكلم عن حاجة انا ما مضيتهاش، عشان بيبقى في زميلة اوريدي اخدت العمل وبيبقى من نصيبها، الحاجات دي بتبقى اسمها ونصيب. انا اتمنى اقف قدام استاذي الكبير الاستاذ عادل امام، وهو يعلم جيدا انا بحبه وبقدره وبحترمه قد ايه، وما فيش حد يجيله يعني فيلم السفارة في العمارة كسر طبعا، وما فيش حد يجيله فرصة ان هو يقف قدام العملاق عادل امام ويقول لا. طب ممكن نعرف ايه الاسباب؟ لا هو من غير يعني خوض في اسباب او تفاصيل، هي ان ما حصلش اتفاق مع جهة الانتاج، وبالتالي ما يعني هو نصيب. نقدر نقول ان الفنانه داليا البحيري حاطه نفسها سقف ما بتنزلش عنه، هو ده السبب ان هي عدم اشتراكها في المسلسل؟ انا مش هتكلم برضو تاني، ما تجرجرنيش في تفاصيل. في حاجات بيبقى عندها بس ما بينفعش بس مش هتكلم في تفاصيل. اطلاله بسيطه وسيمبل جدا للفنانه داليا البحيري النهارده، ده بيتناسب مع الايفنت يعني؟ لا علشان لا خالص والله، يعني انا عشان بحس ان هو جراديويشن لشباب في الجامعة، فحسيت انه ده اللبس المناسب، يعني ما فكرتش في حاجة تانية. انا اللي عاملة لنفسي الميك اب والشعر مازن عبد الرازق.